السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هو آخر فيديوهات للوحدة الأولى والثانية من كتاب المعاصر. بفضل الله رب العالمين خلصنا الكلمات الوحدة الأولى والثانية وخلصنا قواعد الوحدة الأولى والثانية، وده فيديو الامتحان يا بطل. أتمنى إنك أنت قبل ما تسمع الفيديو تكون زي الشاطر كده حليت لوحدك، خصوصًا الأسئلة اللي أنت بتعاني منها زي سؤال القطعة. القطعة دي يا جماعة ما هياش إبداع، أنت بس بتقرأ الأسئلة الأول عشان تفهم إيه اللي بيحصل. الراجل في الأسئلة بيسألك بيقول لك مثلًا هو الحيوان الفلاني بيعيش فين؟ أنت كده عرفت إن في حيوان في القطعة، فتتألم بقى كده والموضوع يشتغل معاك وتبدأ تبحث عن الحيوان ده وظروفه إيه وعايش فين وكده. القطعة ماهيش معضلة. عايزك تفهم برضو إن طبيعي إن يكون في القطعة كلمات أنت عمرك ما شفتها قبل كده في حياتك. الموضوع سهل، كل ما عليك إنك تقرأ السؤال وتفهمه وتقرأ الأربع اختيارات. بلاش تتفزلك، لازم تقرأ الأربع اختيارات، لأنك ممكن تكون مؤمن تماما بالاختيار الأولاني كإجابة للسؤال، وبعد قراءتك للاختيارات الباقية تغير رأيك وترجع تدور في القطعة. عايزك تفهم برضو إن الامتحان بيكون في القطعة سؤال أسئلة بتقيس مدى قدرتك على التخمين، مدى قدرتك على فهم السياق، مدى قدرتك على فهم الأرقام اللي في القطعة، الاستنتاج والاستنباط. يعني عايزك تفهم إن القطعة مش سهلة. عشان كده يا حبيبي امتحان ثالثة ثانوي بيكون 3 ساعات. الامتحان أصلا كله على بعضه يتحل في نص ساعة، فعشان كده حضرتك بيكون معاك 2.5 ساعة للقطعة. فالموضوع ثانوية عامة يا جدعان، طبيعي لازم يكون فيها ألم يعني، بس عايزك انت تحل بنفسك كده يعني. بلاش انك تسمع الفيديوهات وتتفرج وايدك متربعه وانت كده مش هتستفيد. لازم احل بنفسي الاول واشخبط واكتب كده ملاحظات. اي ملحوظه اقولها لك في الفيديو حاول تكتبها، لان انا ما بحاولش ابخل ابدا باي ملحوظه. اكتب كل اللي قبلك في الفيديو، سجل زي الشاطر كده في كشكولك واستعين بالله. ولو في حاجه انا قلتها في الفيديو مش واضحه انت ممكن تكتب لي تحت في الكومنتس، وانا بحاول ارد على كل الناس قدر المستطاع. لو انت بتحل من اي مصدر تاني وعندك سؤال مش فاهمه اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك برضه. اتمنى انك تكون بتذاكر الفتره دي وهيكون انت مخدوع النهارده كده. يعني احنا عدى كام يوم تقريبا كده، احنا رابع يوم رمضان عدى علينا بالصلاه على النبي من غير ما نعمل اي حاجه. فانجز نفسك كده عشان الايام بتجري، مجرد ما يخلص رمضان هتلاقي نفسك بيقول لك الحق قدامك 60 يوم على امتحان ثانوي عام. فلو انت متكاسل الفتره دي صح كده ربنا يهديك. ذاكر كل ما انت شايف نفسك نشيط ذاكر، بلاش تكون مبرمج نفسك، لان في ناس بتكون نشيطه وزي الفل وعايز يذاكر يقول لك لا اصلا انا بحب اذاكر بالليل. طب ما تذاكر يا عم، انت صح اهو زي الفل، ذاكر شويه دلوقتي وذاكر شويه بالليل، ايه المشكله يعني؟ خليك انسان نظيف كده وخليك انسان قلبك صافي وابدا ذاكر واستعين بالله. اتمنى لكم التوفيق، واتمنى ان شاء الله رب العالمين ان كل الفيديوهات اللي بعملها تكون مثمره ومفيده ليكم، واتمنى ربنا سبحانه ييسر لكم الامور وما يكونش في اي كلاكيع في حياتك كده. لو عندك اي مشاكل اكتب لي في الكومنتس وانا ان شاء الله هرد عليك. يلا بقى نبدا نخش على امتحان كده ونبطل كلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هنحل مع بعض فيه امتحان الوحده الاولى والثانيه الموجود في كتاب المعاصر. الامتحان ده امتحان شامل على الوحدتين باخر مواصفات نزلت من الوزاره. Publishing companies اللي هي شركات النشر. Publishing دي هنا معناها النشر، يعني دي ناون. Companies اللي هي الشركات، وما تنساش ان في كلمه اسمها company اللي معناها صحبه ودي اسم لا يعد. لكن لو قلنا a company فدي معناها شركه ودي اسم معدود. المهم suffer a lot from، بتعاني كثيرا من الايه؟ It's really a crime، انها فعلا جريمه. Piracy اللي هي القرصنه. Privacy اللي هي الخصوصيه. Safety اللي هي الامان. Security اللي هو الامن، ده الامن لكن ده الامان. طيب المهم الشركات بتعاني من القرصنه عشان الناس دي بتسرق الكتب. خد بالك بايرسي دي اسم لا يعد، يعني ما ينفعش نقول قبله اه ولا ان. حلو، لكن انت عندك كلمات انت عارفها اكيد. كلمه بايرت ده الفيرب اللي معناه يقرصن، لكن في كلمه اسمها اه بايرت دي ناون بمعنى قرصان، وعندك بايرسي دي ناون برضو بمعنى القرصنه. خد بالك دي لا يعد ودي كمان ده لكن ده يعد. طيب ارجع بقى تاني كده، وعندك كمان كلمه بايرتد من باب التذكير، يعني بايرتد دي عباره عن ادجكتيف بمعنى مسروق. طيب الجمله الثانيه بيقول لك تابلويد نيوز بيبر، الجرايد الشعبيه. اوفن فوكس اون سنسيشنال، بتركز على الاشياء الحسيه الشعريه. اور نوت ستوريز او القصص الايه؟ از ويل از جنرال نيوز، والاخبار العامه. نيسيستي اللي هي الضروره. سيلبرتي اللي هو المشاهير والناس المعروفين. اوبيسيتي اللي هي السمنه. بابليك اللي هو العام. عايزك تركز في كلمه بابليك دي، عايزك تعرف معلومتين مهمين عنها كده. نحن بنستخدم بابليك بمعنى بمعنى عام لكل الشعب، علشان كده بنقول مثلا بابليك لايبرري، بابليك سكول مدرسه عامه حكوميه يعني، بابليك لايبرري مكتبه عامه حكوميه يعني معموله للناس، كل الحكومه عاملاها للمواطنين وهكذا يعني. طيب بابليك ترانسبورت اللي هو المواصلات العامه. لكن كلمه جنرال دي معناها عام من كل جنب يعني من كل ناحيه، زي ما نقول مثلا جنرال انفورميشن يعني معلومات عامه. طيب الجمله بقى الراجل بيقول لك فيها ايه؟
بيقول لك ان التابلويد بتركز على اخبار زي ما قلنا، الاخبار بتاعت المشاعر كده والاخبار بتاعت السليبرتي. سليبرتي اللي هم المشاهير. بس عايزك تعرف برضه بمناسبه سليبرتي في كلمتين مهمين، في سليبرتي دي ده اسم بمعنى شخص مشهور، وفي كمان سيليبرتي كده من غير ودي اسم لا يعد بمعنى الشهره. بتساوي كلمه ايه يا فندم؟ بتساوي كلمه فين؟ دي الشهره نفسها. طيب ارجع بقى كده لجملتك رقم ثلاثه، بيقول لك في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة A successful journalist الصحفي الناجح must be nosy، لازم يكون كده حشري كده من غير ما نفكر من غير ما ننزع اختيارات. انت عارف ان nosy دي بتساوي كلمة curious وبتساوي كمان inquisitive، حاجة حد من الاثنين دول، يبقى curious and inquisitive رقم دي من غير ما نكمل. I applied for the new job and I am waiting for the answers to my application with bated breath. قلنا with bated breath دي بتحتمل حاجة من المعاني اللي هقول لك عليها دي. رقم واحد انك انت بتكون eager، ايجر يعني متحمس، او نيرفس يعني متوتر ومتعصب وعايز تعرف ايه اللي حصل، واكسايتد اللي معناها متحمس وعايز تعرف ايه اللي حصل. قلنا ايجر ونيرفس وايه كمان؟ تعال نشوف كده. نو لونجر اكسبكت ذات اي ويل جيت، مش متوقع ان انا هحصل على الوظيفه، ولا اي ام ويتنج هوبليسلي منتظر وانا فاقد الامل. I am in nervous and excited state في حالة متحمس ومثار ومتعصب وعايز اعرف اللي حصل، يبقى رقم سي. لكن هنا شور انا متأكد اني هحصل على الوظيفة برضو، لا، يبقى كده قلنا رقم سي. طب فاتن is over the moon. Over the moon هي سعيدة جدا. She has won، هي فازت بالإيه for her collection of short stories. فازت بإيه؟ علشان مجموعة القصص اللي هي عملتها، أكيد بما إنها عملت مجموعة قصص فده شيء إنجاز، فعشان كده فازت بأورد. أورد يعني جائزة رسمية. طبعا بنالتي اللي هي عقوبة، فاين دي هنا معناها غرامة وبنستخدمها بمعنى بصحة جيدة أو بخير، بريزنت يعني هدية. I paid close attention to the note and jotted down key points، وسجلت الملاحظات الأساسية علشان أكون مستعد للفاينل إكزام. ميكر ده الصانع، ليكتشرر المحاضر، ليسنر المستمع، وركر العامل. بالمناسبة كلمة وركر دي في زيها كلمة عندنا في المنهج اللي هي اسمها employee اللي آخرها 2 إيه. طيب أنت بتقول أنا كنت بسجل كل حاجة في الليك من الليكتشرر. طب نمبر 7 بيقول لك there is a note increase، هناك زيادة إيه في المبيعات بتاعة الإنترنت. تعال نشوف. hesitant معناها متردد، عكسها determined. significant يعني ملحوظ وبارز، trivial دي معناها تافه وماينور يعني صغير. ففي زيادة واضحة أو بارزة في مبيعات الإنترنت. رقم 8 I waited impatiently، انتظرت بلا صبر، while my father بينما أبي not on. was operating هو اللي كان بيعمل عملية لنفسه، was being operated يعني كانت تجرى له عملية جراحية. is دي مضارع، ما ينفعش انك تقول لي waited الماضي ديت وتجيب لي معاها مضارع، will be دي مستقبل. اذا was being operated يعني كانت تجرى له عملية. my friend not a health problem since، انت عارف يا عم ان since عايز قبلها مضارع تام. طبعا ده ماضي بره وده ماضي بره، has had مضارع تام، has been مضارع تام، بس has been يعني كان، لكن has had يعني كان يمتلك. فانت بتقول لي بقى انا انتظرت ان صديقي كان عنده مشاكل صحية كان يمتلك، يبقى has had. there are always economic crises. crises دي جمع، عشان انت قلناها قبل كده في الفيديو اللي فات، crisis اللي بالاي مفرد واللي بالاي جمع. فكان في ازمات اقتصادية اثناء البانديميكس اللي هي الاوبئة، يبقى during، عشان during بيجي بعدها اسم، when دي ما يجيش بعدها اسم ابدا. as مقارنة، as صفة، as while، والقصة دي كلها انت عارفها. I will wait till my friend، انا سانتظر حتى صديقي ايه from Alexandria، نفس اللي قلناه وبنقوله كل يوم وبنقدم بيه. والله till until وغيرها ومن الروابط، كل ده اسمه رابط. لما نجيب معانا مستقبل هنا يبقى انا عايز هنا مضارع تام او مضارع بسيط. ده ماضي اطلع بره عشان ما ينفعش مع will، وانت برضو ماضي اطلع بره عشان دي will برضو نحترمها، ودي returned ماضي اطلع بره. فانا هاخد هنا has returned وكان ينفع returns تنفع برضو. I didn't send the report until it، نفس القصة تلو until يا ابني دي بالنسبة لك في الانجليزي اسمها رابط، مادام قبلها ماضي فانت عايز بعدها ماضي. حلو، فده ماضي، دي مضارع اطلع بره، كل دول ماضي. طب نترجم بقى، انا لم ارسل الريبورت الا لما الريبورت رجع. رجع ده مجهول، ده بره عشان ده مبني للمعلوم. had been revised ده مجهول، يبقى فكر فيها. was revising كان يراجع ده معلوم. اذا الاجابه صفيت على واحده بس اللي هي رقم دي، had been revised يعني رجع جيدا. والطبيعي والمنطق ان الموضوع تم مراجعته الاول وبعدين انت ارسلته، فده حدث ثاني ماضي بسيط، حدث اول ما يتم. the TV program البرنامج ايه will for 5 years before it was terminated، البرنامج كان شغال بشكل كويس. بص 4 5 years يعني استمر في الشغل لمده 5 سنوات، يبقى انت عايز حاجه مستمره. طيب انت عارف 4 لما يكون معاها بفور، فانت بتقول لنفسك يا حبيبي ده تام مستمر. طب مضارع ولا ماضي؟ على حسب الفعل اللي بعدهم، ماضي يبقى انت عايز ما يتم مستمر، يبقى had been working. طيب not had I finished، والله انه سونر تنفع،
دي سونر مش نو سونر، بره اللعبه دي. نو سونر تنفع وهاردلي تنفع وسكيرسلي تنفع، بس نو سونر الرابط اللي معاها زان، هاردلي وسكيرسلي الرابط اللي معاهم وين. الفيصل فين بقى في حل السؤال ده؟ مين اللي في النص؟ زان. اذا انت حضرتك عايز نو سونر. الجمله اللي بعدها اي ويش، اي ويش، لا ده مش اي ويش، ده ويتش. ويتش اوف ذا فولوينج از بانكتشويتد كوركتلي، مين من دول معمول له ترقيم بشكل سليم؟ تعال نشوف. Did you know that I had been working from home for 2 months؟ حاتم، تعرف ان انا كنت شغال لمدة 2 شهر من البيت؟ يا حاتم يا موجودة، بس نسي يعمل علامة استفهام لان ده سؤال، فدي طلعت بره. الجملة اللي بعدها ما عملش يا، ان ده هنا لازم يبقى فيه كومة، فدي طلعت بره برضو. طيب did you know that I'd فيه هنا ابوستروفي، يبقى الاجابة كده اصبحت رقم دي. طب عايزك تعرف وتنتبه انك انت لما تجيب اسم منادى في الاول بتعمل الابوستروفي بعده، فلما تقول مثلا عمر يعني كده وتجيب بعدها كومة يعني يا عمر. طب ما تيجي نلعب لعبة، عمر help help yourself يعني ايه؟ يا عمر ساعد نفسك، لكن لو احنا شلنا دي هنقول عمر helps himself يعني كده معناه ايه؟ ان عمر يساعد نفسه، جملة خبرية، لكن دي يا عمر. طب انا ممكن اقول لك مثلا help me ساعدني واعمل apostrophe اللي هي معناها يا وبعدين عمر، ساعدني يا عمر ونكمل الجملة. طيب رقم 16 بقول لك هنا انه ايساي از فورم اوف ذا اكاديميك رايتنج، كلهم كتابه اكاديميه، كل ده ما ياثرش على الاجابه. ويتش از بيلت اراوند ديتيلد ديسكريبشن، ما تكملش يا باشا، ده ديسكريبتيف على طول، اللي هو الوصفي بيركز على وصف. بقول لك كمل الجمله دي تو اكسبريس اديشن، اديشن يعني اضافه، يعني عايز اي حاجه معناها واه. تعال نشوف كده، اولزو بالرغم من، دي بتفيد حاجه من ثلاثه زي ما اتفقنا قبل كده، اما ان انا هسميها الكونتراست اللي هو التناقض، او هسميها، استنى بس لما اجيب القلم، هسميها كونترا ديكشن اللي هو التناقض، او اسميها كومباريزن، كومباريزن اللي هي المقارنه اللي هي التناقض برضو. طب بيكوز يعني لان او بسبب، يبقى دي بتفيد مين يا عم؟ بتفيد الريزن اللي هو السبب او الكوز زي ما اتفقنا. طيب ان اديشن دي معناها واه، دي بتفيد الاضافه عشان دي معناها واه. سو لذلك دي بتفيد الريزلت، وابرز الكلمات اللي بتفيد الريزلت اللي حضرتك مريت بها قبل كده، رقم واحد، اجيب بس قلم بارز شويه، رقم واحد كلمه كون سيك وينتلي دي بتفيد الريزلت، وكمان عندك ان تيرن بدوره، وكلمه سو الناس دول. طيب انت قلت لي في الجمله مين بيفيد الاديشن، يبقى ناخد برقم سي كده ونجري في الدنيا نكمل على اللي بعدها. طيب بقول لك creativity is act of turning new and imaginative ideas into reality. بقول لك ايه الراجل في الجمله دي؟ بقول لك الابداع، الكرياتيفيتي اللي هو الابداع، هو انك انت تحول الافكار او الجديده والخياليه الى واقع. It involves two processes، وده بيشتمل على او بيتضمن مع عمليتين اثنين، thinking التفكير، then producing انك تفكر وبعدين تنتج. It is also crucial part، ده جزء حساس او اساسي of innovation في الابداع. Let's say there is no innovation without creativity، تعال نقول ان مفيش ابداع، مفيش خلق لشيء يعني من غير creativity، من غير ابداع، مفيش حاجه مبتكره من غير ما يكون عندك افكار ابداعيه. Many artists and psychologists، الكثير من علماء النفس والفنانين، refer to access to our creative inner depths as an extinct or intuition. بقول لك ان الناس دول بيشيروا الى القدره على الابداع لانها شيء غريزي في الانسان. Trust yourself to be creative، ثق بنفسك لتكن مبدعا. The earliest poets، الشعراء اللي زمان قدامى، like the earliest men lived almost، زيهم زي الناس اللي كانوا زمان عايشين في نفس الوقت، lived almost entirely by instinct، يعني كلهم كانوا عايشين بالفطره او الغريزه. Now one of the strongest instincts of mankind is the instinct of to create things، اكتر غريزه عند الانسان هو ان هو يستطيع ان يخلق او ينشئ الاشياء. To make things، ان هو يصنع اشياء. Originally في الواقع، في الحقيقه، no doubt، بلا شك، this instinct arose from man's need to make fires and huts، القدره الغريزيه عند الانسان دي كانت بتنمو بسبب قدره او رغبه الانسان في ان هو يعمل حرق، يعمل نار يعني، يولع نار عشان الطبخ كده ويعمل هط الاكواخ. In order to keep himself and his family warm، عشان يحافظ على نفسه وعلى اسرته في شكل دافئ. To make weapons، يعني عشان يعمل اسلحه، with which he could protect himself from the wild beasts، عشان يحمي نفسه من الاشياء اللي تهجم عليه اللي هي الحيوانات او الوحوش البريه. And tools with which، والادوات التي بها to till the ground، and tools with which to till the ground، يعني الادوات اللي كان الانسان ده بيستخدمها to till. انا بس انا عايز العب لعبه واعتبر نفسي ان انا طالب زيك، وهخلي كلمه till دي، اصل كلمه till معناها حتى او عندما
او الا عندما يعني، فانا هعمل نفسي مش عارفها برضو، وهعيش الاجواء كده، وهنحل السؤال زي ما انت هتشوف دلوقتي كده من غير ما نترجمها، وبعد ما نخلص نترجم. اور وورلد، يبقى الناس دول كانوا كانوا بيبقوا ادوات عشان يعملوا ايه، عشان تيل ذا جراوند، يا ترى يعمل ايه في الارض هنشوف. اور وورلد، اور وورد بويتري، كلمتنا اللي هي شعر، كمز فروم ا جريك وورد ويتش مينز بوث دوينج اند ميكينج. الكلمه دي جايه من كلمه يونانيه معناها دوينج فعل وميكينج صناعه. And if we ask how it was that poets first came into existence، وده هيكون يعني اجابه لسؤالنا لو احنا سالنا كيف تواجد الشعراء في الاصل يعني. The most reasonable answer we can find is that they must have been individuals، ان هم كانوا افراد who were prevented from making and doing practical things like their fellow tribesmen. يعني الناس دول كانوا ناس مختلفين، كانوا منعوا من ان هم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي زيهم زي الناس اللي هم من اقرانهم من tribesmen اللي هم رجال القبائل. And we're driven to find some other outlet، وكان تم يعني الزج بهم يعني او دفعوا ان هم يجدوا مخرجا اخرا for the creative instinct، للقدرات او الغرائز الابداعيه عندهم. Some other way in which they could help their fellows، وبطريقه ثانيه كان ممكن يساعدوا او بطرق ثانيه يساعدوا بيها الاقران بتوعهم. طيب تعالى بقى نترجم كده اول سؤال ونشوف. اول سؤال بيقول لك the best title for the basil، افضل عنوان للقطعه، the instinct of creativity اللي هي غريزه الابداع. انا شايف ان ده مناسب. الشعراء والشعر ما حكالكش عن الشعراء، وعطار بن شداد ما حكاش. primitive man الانسان البدائي ما قالكش كان باكل ايه وبيعيش فين. How to be a poet، ازاي تبقى شاعر؟ لا، يبقى كده الاجابه رقم ايه؟ الغريزه والابداع. وهو قال لك في القطعه ان الغريزه هي اساس الابداع. According to the passage، وفقا للقطعه، creativity is act which، الكريتيفيتي الابداع ده هو الفعل الذي has no relation، ملوش علاقه بالغريزه. لا طبعا، ده قال لك الغريزه هي اساس الابداع. need thinking only، محتاج تفكير بس. لا، ده هو قال لك في عملتين، thinking وكانت making تقريبا. طيب has two sides اللي هما thinking وproducing، ايوه هي دي، ان الابداع في جانبين، انك تفكر وانك تنتج. comes by accident، بيجي بالصدفه، مفيش حاجه بتيجي بالصدفه يا ابني اليومين دول. طب رقم 20، having a makes you creative، لو انت عندك ايه هيخلي عندك، هيخليك مبدع. reality اللي هي الواقعيه، فوبيا لو عندك فوبيا هتخربها. relationships علاقات، في مصر بس او الايام دي بس، لو انت عندك علاقات تبقى شاعر ونجم حد عظيم. لكن self confidence، والراجل قال لك دي كده فين؟ قال لك اهو، قال هنا بيقول لك trust yourself to be creative، ثق بنفسك لتكن مبدعا. طيب رقم 21 يا فندم، as mentioned in the passage، زي ما ذكرنا في النص، زي الغريزه بتاعت الابداع للاشياء comes from، بتيجي منين؟ تعال نشوف. man's desire to meet his needs، رغبه الانسان في ان يحصل على ما يحتاجه. coincidence اللي هي المصادفه، لا. man's، طبعا coincidence كلمه عندنا في المنهج. man's insistence to destroy، رغبه الانسان في انه يدمر بيئته. ولا الايديا اوف هارمينج، فكره انك تضر الاخرين. يبقى الاجابه كده اصبحت رقم ايه؟ رغبة الإنسان في إنه يحقق ما يريد. The word till، كلمة till اللي في الجملة، هو قال لك to till the ground، يعمل إيه في الأرض؟ يقول الأرض ولا يخبر الأرض ولا يصنع الأرض؟ أكيد cultivate اللي هي يزرع الأرض. طيب 23، The writer thinks that the earliest poets are not the primitive people، بيقول لك إن الكاتب شايف إن الشعراء اللي كانوا زمان دول كانوا إيه بالنسبة للprimitive people؟ attractive to، جذابين، opposing to، معارضين، مختلفين، ولا similar to، يعني مشابهين لي. هو قال لك في الجملة أصلا، تعال نشوف كده، بقول لك يا عم أجيب لك بس لون أخضر كده جميل جدا. the earliest poet like the earliest men، زيهم زي الناس اللي قبل كده، يعني الناس اللي كانوا عايشين معاهم، فهم similar to، مشابهين لهم. طيب الجملة اللي بكده بعد كده رقم 24، according to the passage، وفقا للقطعة، poets need an outlet to، الشعراء بيبحثوا عن مخرج لكي sell their products، يبيعوا منتجاتهم، ما كانوش لسه بيصنعوا موبايلات. attack their fellows، يهاجمون على قرانهم. لا ده هو اخر جمله قال لك يساعدوا بها الناس. express their feelings، يعبرون عن مشاعرهم. help fighters، يساعدوا المحاربين، ما قالكش سيره المحاربين في القطعه. يبقى express their feelings اللي هي رقم سي. طيب 25، according to the passage، وفقا للقطعه، ايه من دول can find compensation in poetry، مين من دول ممكن يجد تعويضا في الشعر؟ اول واحد people who have practical outlets، الناس اللي عندهم مخرج لمواهبهم. ماشي، هو عنده مخرج لمواهبه هيعوز الشعر ليه؟ people who have no practical outlet، الناس اللي ما عندهمش مخرج. هو قال لك في الشعر ايه في النص؟ قال لك هنا كده ايه؟ اوريها لك اهي. قال لك to find were driven، يعني هم اجبروا ان يجدوا مخرجا لمواهبهم. يبقى كده رقم بي اللي صح. القطعه الاولى خلصت، القطعه الثانيه بقى.
القطعة التانية يا باشا بقول لك water is a basic human need، المياه هي من الاحتياجات الأساسية للبشر. without it فبدونها survival البقاء على قيد على الأرض is not possible، شيء مستحيل. possible دي من الأفعال اللي أنت عارف إن هي غير قابلة للتفاوت، يعني ما يجيش قبلها very ولا كده، خليك بقى اتعلم من الأفكار. yet هنا دي معناها ولكن زي but يعني. more than 2 billion people أكتر من 2 بليون بني آدم still wake up each morning without an access to clean water، بيصحوا الصبح من غير ما يكون عندهم مية نظيفة. This means that 2 billion families around the world don't drink، ده معناها إن في 2 بليون بني آدم حول الأرض لا بيشربوا ولا بيطبخوا ولا بياخدوا شاور with clean water، بالمياه النظيفة. We may take it for granted، إحنا ربما take it for granted وهنعديها مش هنترجمها زي ما اتفقنا. But water is the most important resource of earth، لكن المية دي واحد من أهم المصادر اللي على الأرض. It covers 80% of the earth، بتغطي 80% من مساحة سطح الأرض. And it is the only substance، وهي المادة الوحيدة that can be found naturally، اللي ممكن نلاقيها تحت الأرض بشكل طبيعي in three forms، في ثلاث أشكال: solid، liquid or gas. المية بتطلع قدامنا في ثلاث مصادر، إما صلبة أو سائلة أو غازية. Water also makes up 66، بتشكل 66 في المية من الهيومن بودي، من جسم الإنسان. and without it we can't live for more than a week، ومن غير مية ما ننفعش نعيش أكتر من أسبوع. also water is the most common substance، بالرغم إن المية أكتر حاجة أو أكتر المواد المنتشرة على الأرض، we should use it carefully، لازم نستخدمها بعناية، because only 1% is drinkable، لأن تقريبا 1% بس من المياه بيكون قابل للشرب. one third of all the people، تقريبا تلت الناس اللي في العالم، can't get enough clean water، ما بيعرفوش يحصلوا على المياه النظيفة أبدا. today we use 3 times more water than in 1950، اللي من دول بنستخدم مياه أكتر ثلاث مرات من اللي كنا بنستخدمه 1950. and people in rich countries، والناس اللي في الدول الغنية بيستخدموا 10 times more، 10 مرات أكتر من اللي في الدول الفقيرة. so where does it all go، طب بتروح فين المية دي يا جدعان؟ well a single dripping tap، الحنفية الواحدة اللي بتقطر مياه can waste up to more than 7000 liters of water a year، ممكن تبهدل لنا حوالي 7000 لتر مياه في السنة. and a leaking toilet، والحمام اللي فيه تسريب، can waste about more than 200 liters، ممكن يسرب لنا اكتر من 200 لتر في اليوم. at home في البيت we can help by fixing broken taps، ده دورنا بقى نتجدع عن كده مع بعضنا، ممكن نصلح الحنفيات البايظة والحمامات. having showers instead of baths، ناخد شاور كده نرش جسمنا بالمية بلاش خيابة، بدل ما تقعد في البانيو طول النهار، ممكن يوفر 300 لتر من المياه في الأسبوع. we should also avoid using chemicals that pollute the water، لازم نتجنب كمان ان احنا نستخدم مواد كيميائية بتلوث المياه. because we can't increase the amount of fresh water in the world، لان احنا مش هنقدر نزود كمية المياه النظيفة في العالم. we can only change the way we use it، احنا بس ممكن نغير طريقة استخدامنا ليها على الأقل. at last في النهاية we must ask ourselves، لازم نسأل نفسنا، how can we make water available for all، ازاي نخلي المية متاحة لكل الناس كده تشرب وتدلع نفسها. أي تعالى بعد كده على الجملة، السؤال الأولين. أول سؤال بقول لك the focus of this passage is، التركيز بتاع القطعة دي على salt water and how to make the best، المياه المالحة وازاي نستخدمها، ما قالكش سيرة المياه المالحة خالص. fresh water and how to use it wisely، المياه النظيفة وازاي نستخدمها بحكمة. قالك ما تدخل الحنفية بقى وخلي عندك دم، ما تاخدش باث خليك في الشاور. different means، طرق مختلفة لإهدار المياه. ولا how to turn sea water، ازاي نحول مياه البحر إلى مياه نظيفة. يبقى طبعا الإجابة زي ما اتفقنا هي دي. according to the passage، نفقا للقطعة، A of the earth's surface isn't covered by water، وطبعا سؤال زي ده محتاج حسابات وضربات. يعني بقول لك ايه في الجملة، وفقا للقطعة A من مساحة الارض متغطي مش متغطي بالمياه. طب ما تيجي نشوف كده، هو قال لك كام متغطي بالمياه، قال لك تلت، لا مش تلت الناس، هجيبها لك الاول. 80% يعني 80% من الارض متغطية بالمياه، ده معناها 4 fifths يعني 4 4 fifths يعني 4 خمسات، ولا 1 fifths خمس واحد يعني، ولا ثلث. المهم يعني الفكره ان في 80% حلو، يعني 1 2 3 4 5، كل واحده من دول ب 20 اكيد، يعني 2 4 6 8 10، احنا قلنا 80 صح، يبقى 2 4 6 8، يعني كل دول كده متغطيين بالميه، ده معناها ان واحد
من الخمس اجزاء يعني وان فيفس. يخرب بيت الحسابات الجامده جدا اللي انا خمنتها وفقا للاختيارات وانا كده بهبد. How is water as a substance distinguished from other substances؟ ازاي الميه كماده يعني متميزه عن باقي المواد؟ ممكن نحولها الى ثلاث اشكال؟ لا، هي اصلا موجوده في ثلاث اشكال. طيب it is true and it's rare، ان هي نادره، هي مميزه عشان نادره، ولو كان دو ممكن نعيش من غيرها، ولا it can be found naturally، ان هي ممكن نلاقيها بشكل طبيعي تحت الارض. رقم دي الرايتر suggests changing the way we use water and this helps to، الكاتب بيقترح ان احنا نغير الطريقه اللي بنتعامل بيها مع الميه كده علشان ده هيساعدنا في اول واحده waste a lot of water، نوف ان بهدل الميه اكتر، ولا نلوث الميه، ولا نستخدم مواد كيميائيه. هو قال لك ما نستخدمش مواد كيميائيه في الميه اصلا، يبقى save it. وفقا للباسج having bath not water، انك تاخد باث. وقال حاجتين، قال يا جماعه خليكم في الشاور عشان الشاور صحي والباث لا، يعني الباث ده بيهدر المياه يبقى wastes water. يبقى في 30 كده قلنا wastes اللي هيهدر المياه. 31 which of the following is not true، ايه من دول مش صح؟ تعال نشوف. We can nationalize rationalize using water، ممكن نوفر المياه. اه والله العظيم بايدينا، لو قال لك لو انت صلحت الحنفيه البايظه وكده. It's possible to increase the water source on earth، يعني ممكن نزود المصادر. لا ده قال لك الوحيده اللي ما ينفعش نزودها. Water covers، المياه بتغطي 80% من الارض. اه يا عم. We shouldn't use chemicals، ما ينفعش نستخدم مواد كيميائيه عشان ما نبهدلش المياه. يبقى دي صح. يبقى الاجابه الوحيده اللي غلط هنا هي رقم بي. طيب رقم 32 the idiom، الايديوم بقى take it for granted mentioned in the passage mostly likely to means، تعال نشوف بقى، نقرا الاربع اختيارات ونرجع للجمله. Make sure that something is true، تتاكد ان الشيء ده صحيح، ولا to believe that something is true without questioning، انك تؤمن بالشيء من غير ما تسال، يعني يسلم بالامر، يعني انك يكون عندك دليل ان الشيء ده غلط، ولا to prove it is imaginary، انك تثبت ان الشيء ده خيالي. طب ما تيجي نشوف كده القطعه بتقول فيها ايه عشان تعرف ان هي بقول لك ايه. We may take it for granted، ربما ان احنا ايه، but water is the most important، ربما نسلم، يعني كلمه take it for granted معناها يسلم. وطبعا دي كلمه كانت قالتنا برضه قبل كده في كتاب ماي فريند take it for granted، ودي ميزه من مميزات ماي فريند ان بيجيب الكلمات اللي كانت في القطع فاسالته. المهم يبقى ديت to believe that something is true without questioning about it، او دون التشكيك في ذلك. طيب رقم 33 about كام of water on earth is drinkable، كميه الميه اللي على الارض اللي ينفع نشربها كام؟ 100 ولا 100؟ الحاجات دي محتاجين نبص على القطعه تاني، اجيبها من القطعه. لقيتها يا جماعه الحمد لله اهي. بقول لك because only 1% is drinkable، يعني 1% بس اللي قابل للشرب. طب ما تيجي نشوف القطعه كده، الراجل بيقول لك ايه بقى؟ 1% يعني 100 اللي رقم بي. طيب يبقى احنا كده قلنا 33 100. الموضوع ده حلو ان هو بيجيب الارقام ويحولها لحروف، والحاجات دي بتحب محتاج انك تترجم عربي بهدوء. 100 يعني 100، لكن 100 يعني 1%. طيب حلو الكلام. اللي بعد كده بقى الترجمه يا باشا، نبدا نترجم واحده واحده ونشوف مين الصح ومين الغلط وليه. بيقول لك مجدي يعقوب ذا ليجندري هارت ترانسبلانت سيرجن، دكتور مجدي يعقوب جراح القلب الاسطوري، هاز بين اوورد، منح الكثير من الجوائز محليا وعالميا. لقد منح جراح القلب الاسطوري مجدي يعقوب العديد من الجوائز محليا وعالميا. الجمله دي كده حلوه. طيب الثانيه، منح مجدي يعقوب جراح القلب المفتوح، دي بره، منح مجدي يعقوب جراح القلب الاسطوري العديد من الجوائز للاطباء، هو منح كده يبقى دي غلط. منح مجدي يعقوب العديد من الجوائز لجراح القلب هو اللي منحهم، لا برضه غلط. يبقى كده الاجابه رقم ايه اللي صح؟ الجمله الثانيه ديموند فور ووتر، الطلب على المياه سيزداد 10 تايمز 10 مرات من الان وسنه 2050، and there could be serious shortages، وقد يكون هناك نقص كبير، ولذلك it is a must، من الضروري ان الناس cut down، يقللون استهلاكهم للمياه. تعال نشوف اول واحده كده، سيزداد الطلب على المياه 10 اضعاف من الان وحتى عام 2050، وقد يكون هناك نقص جاد، نقص حاد بقى، لذلك من الضروري ان يقلل الناس من شرب المياه، لا مش من شرب المياه، من استهلاك المياه. سيزداد الطلب على المياه بنسبه 10%، لا هو مش 10%، ده لك 10 اضعاف، يبقى دي كده بره. وقد يكون هناك نقص خطير، لذلك من الضروري ان يقلل الناس من استهلاك المياه. سيزداد الطلب على المياه 10 اضعاف من الان وحتى 2050، وقد يكون هناك نقص خطير، لذلك من الضروري ان يتوقف الناس عن استهلاك، مش هيتوقف عن استهلاك، المفروض يرشدوا كونسامبشن للترشيد، هيبطل استهلاك هيموت كده بالصلاه على النبي. سيزداد الطلب على المياه 10 اضعاف من الان وحتى 50، وقد يكون هناك نقص خطير، لذلك من الضروري ان يقلل الناس من استهلاك المياه، يبقى رقم د اللي صح. طيب الجمله اللي بعد كده، ان احد اهم اولويات المرحله الراهنه هو إعادة بناء الاقتصاد القومي، وأفضل السبل لإقامة تنمية اقتصادية حقيقية هو تكاتف الأفراد مع الحكومة، ولقد حان الوقت للعمل الجاد من أجل بناء مستقبل وطننا العظيم. تعال نمسك واحدة بواحدة كده ونشوف.
اول واحده one of the most important superiorities، واحد من الاهم. هو عايز يقول لك ايه؟ احد اهم اولويات. هي اسمها بريوريتي. طب سوبريوريتي معناها التفوق، يبقى سوبريوريتيز دي اللي معناها التفوقات، يعني مراحل التفوق، عمليات التفوق مثلا يعني. يبقى دي بوظت كده بالصلاه على النبي. of the current stage is rebuilding the national economy. The best way to establish a real economic development is for individuals to join forces تكاتف الافراد with the government. The time has come for serious work in order to build the future of our great homeland. طيب انا كده اول واحده كده باظت موضوع superiorities دي. One of the most important priorities، واحده من اهم الاولويات. Of the current stage، المرحله الحاليه. Is to rebuild، اعاده بناء. National economy، اقتصاد القومي. The best way to establish a real economic development is individuals to. Is for المفروض يعني هو ان، يبقى is for individuals to join forces with the government. This time has come. The time has come for fatal work. Fatal يعني قتال او فتاك. In order to build the future of our great homeland. يبقى انت كده عندك غلطتين، في فور ناقصه وفاتل دي مش هنا. طيب one of the important، لا ما هو ما قالش واحده من المهم، هو قال لك واحده من اهم، يبقى the most important، يبقى كده من اولها باظت. One of the most important priorities of the current stage is to rebuild national economy. افضل طريقه لبناء real economic development، البناء التطور الاقتصاد الحقيقي. is that individuals، هو ان الافراد يتعاونوا مع الحكومه. حان الوقت في العمل الجاد لكي نبني المستقبل في our great homeland. يبقى رقم دي مظبوطه. الجمله الثانيه، لا تتوقع نجاحا دون صعوبات، ولا سعادة دون ألم، ولا مكسبا دون خسارة. إنها الحياة، اقبلها أو ارفضها، ولكن لنعيشها يجب أن لتعيشها يجب أن تفهمها، أو لنعيشها يجب أن نفهمها. يعني المفروض يعدل واحدة من دول. طيب أول واحدة بقولك don't expect، لا تتوقع success without hardships، happiness with pain، يعني الحياة بدون صعوبات. happiness without، المفروض يبقى كده باظت من أولها. Don't expect success without hardship, happiness without pain, or winning without loss. It's life. إنها الحياة. Take it or leave it. خدها أو سيبها. But to live، لكي تعيشها، you should understand it. الجملة دي كده لحد دلوقتي صح. Don't expect success without hardships or happiness with، نفس القصة برضو قلنا المفروض تبقى without. Don't expect success without hardships or happiness without pain and winning without loss. ما قالش and. هو كان بيقول لك إيه؟ or. هو قال عمال يقول او يبقى دي اور without loss. it is fate, it's life. take it or leave it but to live it you should understood، المفروض شد المصدر يبقى understand، وهنا برضو كانت understood لمحناها، يبقى كده الاجابه فعلا الصح رقم بي. answer the following question، تعال بقى نكتب الاجابات بتاعه دول بايدينا. اول واحده what do you think would have happened if Bib had told his sister about his behavior with the convict. ايه في رايك اللي كان ممكن يحصل لو بيب قال لاخته عن سلوكه مع الكونفكت؟ رقم واحد she would punish him، ربما تعاقبه for stealing her food، ربما تعاقبه لسرقته طعامها. ممكن اقول كمان she would have been more cruel to him، ربما تكون اكثر عنفا معه. طيب رقم ثلاثة she would complain more and more، هتشتكي اكثر واكثر. if you were Bib، لو انت بيب يا عم، would you feel ashamed of being poor or common، هتكون انت تشعر بالخجل من كونك فقير او شخص من الناس العاديين؟ هقول yes. why يا عم؟ because searching for change، البحث عن التغيير، is of human nature. البحث عن التغيير ده من الطبيعة البشرية، ده رقم واحد. طب لو انت قلت yes، طب لو قلت no، هقول لك هل انت هتشعر بالخجل علشان انت فقير او شائع؟ هقول no. it doesn't matter، ليست القضية if I am poor or rich، القضية مش في ان انا اكون غني او فقير. The matter is، القضية the matter is to be an effective أو active يعني member in my society. So
society. معنى ايه الكلام ده؟ بقول لك هقول لا طبعا الموضوع مش مشكله انا غني او فقير، المهم ان انا اكون انسان مؤثر في مجتمعي. الباراجراف هاو كان وي بريفنت ديجيتال برايفسي، ازاي نحمي البرايفسي الخصوصيه. الموضوع ده لطيف وسهل، ممكن تكتب عنه كتير جدا، واعتقد ان هو مش المعضل. خلصنا كده الامتحان. قبل ما نمشي عايز اقول لك ان احنا حاليا شغالين في المحتوى الخاص في كتاب ماي نيو فريند. بامانه افكار الكتاب ده تستحق ان انت تتعب فيها فعلا، افكار تستحق المجهود اللي بيبذل فيها. طيب لو حابب تنضم لينا في المحتوى الخاص فانت ممكن تتواصل معايا على 010 20 78 78 39. تواصل معانا على الواتساب او على التليجرام واسال في اي تفاصيل انت محتاجها. عايز انوه كمان ان كتاب المعاصر الترمين اللي هو الترم الاول والترم الثاني موجودين ومشروحين كلمه كلمه بالتفصيل. كل الفيديوهات مسجله ومرفوعه على اليوتيوب في محتوى مخفي. الطالب اللي بيشترك معانا بياخد اللينكات بتاعتها ويبدا يستمتع بيها، وبتكون مفتوحه معاك اي محتوى بتشتركه معانا. انت سيادتك بيكون معاك المحتوى ده طول السنه لحد الامتحانات. يعني انت لو اشتريت محتوى شهر 3 فكل الفيديوهات اللي نزلت في شهر 3 تبقى مع سيادتك، حتى لو انت ما اشتركتش معانا في شهر 4. الفيديو اللي هتشترك عليه هتشترك وتدفع ثمنه، حضرتك بيكون معاك الفيديو طول السنه على عكس اللي بيحصل في المنصات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.